نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. بلدية فرعية للبيئة والصحة، قمنا بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بلدية سوسة وقمنا بالتعقيم كل الإدارات. تفضل. قمنا بمقرات الأمنية، الإقليم الحرس، إقليم الشرطة، كل البلايص اللي تكون فيها دوريات قمنا للتعقيم نتاعها. الإدارة يعقم ومنطوم ويعمل يفوح معناها كي تعمل بيه التعقيم هذي البلايس فيها الاكتظاظ، حتى بعد كي ممكن مش يدخل بساق كل شيء، حتى الجرثومة هذيك بإذن الله ويطول مدة معينة، عنده مدة معينة. قديش المدة نتاعهم؟ جمعة 10 أيام وتكون زاد لازم مراجعة في المداولات مرة أخرى، تعقيم مرة أخرى.